وصلت غدير للدار اللي تربات فيها. تمات داخلة مع العمارة وهي تلقى راسها تهزات فوق كتف صخر، راسها لتحت ورجليها لفوق، غوتات وضربات باش ينزلها. ساعة والو حل الطوموبيل وخبطها مع الكرسي وسد ودار ركب وزاد بلا حتى كلمة. كتقول له نزلني، وكتضرب في الزاجة وكتغوت وكتقول واعي عباد الله هاد السيد خاطفني، عتقوني راه حمق وباغي يقتلني. جبدها صخر بالجهد وقال تي هدايا هاد البرهوشة، واش باغياني نعطبك؟ غدير حيدات حزام الأمان وقالت ولا بغيت نهبط، خليني نمشي في حالي، ما بغيتش نمشي معاك. صخر حبس الفران بالجهد وقال واش بعقلك، انا غادي طاير وانتي محيدة الحزام. غدير مدابزة مع الباب باغا تحلو وقالت وحال. قال لها صخر ما حالش، جبد المينوط وجرها عنده، دارهم ليها في ايديها وهي كتنطر ليه وكتخوت. قالت وعلاش داير ليا هاد الشي، انا ماشي مجرمة، باش دير ليا هادو؟ غادا نعيط البوليس ونشكي بيك يلا. صخر دمار الطوموبيل وقال برهوشة، جاهل غواتها وكمل سوقانه. وقف قدام المركز وهبط، دار جهتها وحل الباب وجبدها من دراعها، دخلها معاه وهو شاد فيها وهي دايرة المينوت. وصل المكتب ديالو، فتح الباب وسبقها قدامه، قال لها جلسي تما وما نسمعش حسك. قالت ما بغيتش نجلس، خليني نمشي في حالي. قال ما غادية فين بلا ما تبقاي ترطعي. هز التليفون ودوز مكالمة وقال عمر داكشي اللي قلت ليك، يلا سر براسك. هز عينيه فيها ولقاها باقة واقفة وكتخنزر فيه. قال ليها جلسي. تخلعات من نبرة صوته ومشيت جلسات في الفوتيه وكتمتم بشوية، تبسم بجنب حيت جابت ليه الضحك، تخاف متحشم. سمع الدقان وعطى الإذن وهو يدخل عمر ومراد ومعاهم راجل أخوه. عمر موجه هدرته للراجل وقال تفضل جلس. مشى الراجل جلس في الفوتيه اللي قبالت غدير ومهش فيها العين. وقف صخر وقرب عندهم وجلس جنب غدير اللي ما فاهمه شنو واقع. بان لها الراجل جبد كتاب كبير حطه قدامه وهي تصدم فاش هضر. قال الراجل شكون هما العرسان؟ صخر شد في ايدها اللي باقي فيها المينوت وقال احنا. الراجل رد البال المينوت في ايد غدير وبقى كيشوف حتى قفزو صوت صخر. قال ليه غادي نباتو هنا. قال الراجل اليوم تجمعنا باش قاطعو عمر وقال له دخل المهم ديريكت. الراجل قال واخا. صخر بن يزيد واش كتقبل بغدير الاشقر زوجة ليك؟ صخر شاف غدير بحب وقال قابل. الراجل قال غدير واش تقبلي بصخر بن يزيد زوج ليك؟ دار صخر شاف فيها بعينيه اللي كيلمعو وكيتسنى ردها بفارغ الصبر. اما غدير فجمدات من الصدمة، كتشوف صخر وترجع تشوف الراجل اللي تبين أنه العدو وجاي يضرب ليهم العقد. وبعد صمت بلعات ريقها وأخيرا نطقات قالت لا ما موافقاش. عمر ومراد صدموا. صخر شدها من دراحة وهمس لها في ودنها، قال لها مالنا على هذا التبرهيش، من الأحسن توافقي ولا ما غيعجبك حال. غدير قالت ليه واش نتزوج بيك بزز، انا ما كنت شاركش حاجتي مع شي حد، اذا سير عند خطيبتك وتزوج بيها هي نيت، كل راها باقه كتسنى فيك. صخر قال ليها دابا نديرها ليك على قد فمك ونرجع ونتزوج بيها وديك الساعه فرحي. غدير ترعبات من هدرته ولكن ما بيناتش، قالت سير. قال ليها صخر اوكي ما قلتي عيب. وقف وقال ها هو غادي. جاب غا يدير خطوه وهي تشد ليه في ايده، دار شاف فيها ولقاها كتشوف فيه بعينيها المدمعين، رجع جلس جنبها وجرها عنده، عنقها وحاوطها بايديه، حطات راسها على صدره وتمخشات فيه، عارفه راسها ما تقدرش تخلى عليه ولا بحال الهواء بالنسبه لها، وفي بعده كتحس بالضياع واخا شكون ما كان جنبها. عمر ومراد دوروا جاههم من بعد ما شافوهم عايشين الرومانسيه ونساو واش معاهم شي حد. اما العدول فبدا كيحمار ويحنحن باش يفهموا راسهم، ولكن شكون سمعوا ولا داوها فيه. بلا ما يبعد عليها صخر دار شاف في العدول وهدر بصوت حاد وقال موافقه. العدول قال نعم. صخر قال لي
وقالت ليك موافقة. قال العدول خاصني نسمعها منها، وهو يقول صخر من بين سنانه ولد ال... غدير قالت بصوت خفيف موافقة. العدول قال شنو قلت يا بنتي؟ صخر تعصب وقال راه غنضرب طاسيلتك وقالت ليك موافقة، كمل عليا هادشي قبل ما تجيها الحالة عاود تاني وتعكس لينا هنا. جر الكتاب عنده وقال فين نوقع؟ العدول كيتفتف وقال ها هنا. وقع صخر ومد ستيلو الغدير باش توقع، خداته من عنده وحطاته على فمها وكتدور في عينيها زعما كتفكر. بان ليها الصخر بدا كيسعر وهي توقع. قال ليهم العدول مبروك عليكم. وقف الصخر وتصافح معاه وقال الله يبارك فيك مراد رافق سيد. رافق مراد العدول وخرجوا. دار صخر عند غدير ولقاها واقفة جنب الشرجم، قرب عندها وبخفة دور ايده على خصرها وجرها عنده. جات عينيه في عينيها شاف فيها بشوفة شريرة زعما هانتي حصلتي، وبدون مقدمات تحنا عندها بغى يبوسها وهو يسمع. قال ليه عمر راه باقين هنا راعي شوية. صخر بلا ما يشوف فيه قال اش كتسنى العراضة؟ قال عمر ها هو غادي مبروك عليك سيادة الضابط. صخر كيشوف غدير بغى ياكلها بعينيه وشير ليه بإيده زعما غبر وقال له سد معاك الباب. قرب صخر عندها بغى يبوسها وهي تحط إيدها على فمها، هز حاجبه وقال مالنا تاني. حيدات إيدها وخنزرات فيه وقالت علاش بدلتي رأيك وما تزوجتيش بهاديك؟ صخر قال ليها شكون هادي؟ آه بغيتي تقولي أسير، شكون قال ليك ما تزوجتش بيها؟ خرجت غدير عينيها وقالت آه كيفاش؟ دابا أنت تزوجتي بيها وبيا؟ صخر بقى ساكت. دفعاتو عليها وقالت كتفلى عليا ياك، شنو باغي تقول مزوج بينا بجوج؟ لا ما يمكنش. شافت فيه بحدة وقالت طلقني. دار جوج خطوات وقرب عندها وشدها من دراحها وقال عمرك باقا تخرجي ديك الكلمة على فمك. حط ايدو على عنقها وخدها وقربها عنده وقال كدني انا نديرها نتزوج شي وحدة من غيرك، بغينا نضحكو معاك ساعة انتي باغا تهجريه لينا. غدير قالت وعلاش خطبتيها من اللي ما ناويش تزوج بيها؟ واش بسبب ماماك؟ صخر قال هذا احد الاسباب لكن السبب الرئيسي هو انتي. غدير استغربت وقالت انا؟ قال لها صخر جا الوقت اللي تعرفي فيه كل شي. جرها وجلسها فوق الفوتي وجلس مقابل معاها وشد لها في ايدها ودخل في صلب الموضوع وهي تقول صخر شنو واقع؟ قال ليها سمعيني مزيان هادشي اللي غادي نعود ليك ما تخليهش يأثر عليك اوكي؟ نبدأ بنهار خليتك في كوريا ورجعت المغرب، انا عمري ما فكرت نتخلى عليك واخا يوقع اللي وقع، ولكن فاش شفت حياتك تما غادة هي هاديك وعايشة مزيان الا رجعتك معايا غادة تعاني كتر، وإلا عرفوا باللي راكي باقة عايشة غادي يحاولوا يقتلوك من جديد. كنت غادي نتصرف بأنانية لو تبعت إحساسي وتشبت بيك، ولكن فكرة أنك تأذي خلتني نتراجع. داكشي باش جيت عندك وودعتك وقلت ليك كملي حياتك بلا بيا باش نتهنى عليك. كاع داكشي اللي قلته داك النهار معنيت فيه حتى كلمة، ضغطت على راسي ورجعت حيت كانت تابعاني شحال من حاجة، أولها هي قضية اختك بروج. قالت غدير قضية اختي؟ قال ليها صخر آه رجعت فتحت تحقيق سري بخصوص قضية بروج، وكيف ما توقعت كانوا فيها عدة ثغرات والقضية دمصات دغية، وبمساعدة أسيل. غدير قالت لي أش جاب أسيل لهاد الشي؟ قال ليها صخر هي الهاكر اللي استعنا بيه باش ندخلوا الملفات السرية. غدير قالت هنا فين تعرفتي عليها؟ اها كمل. صخر قال لقينا قاعدك الشي اللي ممكن نحتاجه باش نزيدو نغرقو اللي. غدير قالت اللي تعداو على اختياك؟ قال ليها صخر اه. فاش رجعت المغرب لقينا القبض عليهم، ولكن اللي ما توقعتوش هو انهم يخرجوا من بعد اسبوع فقط ديال الحجز. غدير قالت كيفاش خرجوا؟ ياك لقيتو الادله اللي كتبت تورطهم في قضيه اختي، اذا علاش خرجوا؟ صخر قال صدقوا الادله ما كافينش في نظر القاضي،
خاف على راسه وخرجهم بكفالة. غدير قالت: ودابا شنو؟ صافي فلتو منها كيف قبل وما غاديش يتعاقبوا. عينيها عمرو بالدموع وقالت: صافي حق اختي مشى. صخر كيمسح ليها دموعها وقال: شت ما تبكيش، حق اختك ما مشاش، واش كتظني انا غادي نستسلم بهذه السهوله؟ حركات غدير راسها بالله وباسها من جبهتها وقال: حبسي دموعك ما نبغيش نشوفهم مره اخرى. وسمعي ليا، ملي خرجوا كنت متوقع يديروا شي حركه، داكشي علاش حطيت مراقبه عليهم. وكيف توقعت؟ بعد ايام فقط تجمعوا في الكازينو اللي كنتي اللي كانت خدامه فيه ساندي، لكن الراس الكبير ما حضرش داك النهار، صدق ذكي وعارف اش كيدير. بقيت في الخارج كنتسنى تبان شي حاجه حتى تفكرت. قالت ليه غدير: شنو تفكرتي؟ صخر قال: مسرح الجريمه. دائما ما كيبقى دليل او خيط كيوصلنا للجاني في موقع الجريمه، وخا يكون ذكي وحريص حتى يعيا. وداكشي اللي وقع لاختك وقع في الكازينو كيف ما قالت في المذكرات. الكازينو عامر كاميرات مراقبه، حتى الغرفه السريه غادي تكون مراقبه، حيت هادوك ما كيتيقوش حتى في جنابهم. وخا المده طويله باش داز داكشي، ولكن كاين نظام في الجهاز الامني كيخزن تسجيلات القدام، وانا كان خاصني نوصل ليهم وماشي ساهل. عندنا تقنيين لكن صعيب تخترق نظام الكازينو، خاصة كازينو راس الحربة اللي دايرو على اسم شخص آخر من رجاله باش ما تكشفش هويته. غدير قالت: إذن خاصك تلقى التسجيلات ديال داك النهار. قال لها صخر: التسجيلات عندي. غدير قالت: ها؟ صخر قال: هنا قصة أخرى. كان ولا بد نوصل للتسجيلات، والوحيدة اللي ممكن تعاوني هي أسيل، ولكن المفاجأة هي فاش طلبات المقابل. جيت واحد النهار للدار ولقيتها جالسة مع الوالدة، وطلبت منها نهضروا على انفراد. دخلت ليها في الموضوع نيشان وقلت ليها محتاج مساعدتك. قالت لي موافقة بشرط، شرطها كان أننا نرتبط. بنت الهم صدماتني بجرأتها، وحتى أنا صدمتها بموافقتي. صافي من تماك بدات هي والوالدة اللي ما قداتها فرحة بالتجهيزات للعرس اللي عمره كان غادي يتم. غدير قالت: بغيتي تقول استغليتيها باش توصل داكشي اللي بغيتي. قال لها صخر: انا كنجي لبنادم ديريكت، ولكن اللي بغى يلوي ليا دراعي كنردها ليه مدوبله. الوالده ما تستحقش هادشي اللي درت، ولكن هي فرضات عليا وحده ما كنبغيهاش، اما اسيل فدارتها لراسها، ما كذبتش عليها وهي عارفه ما كنحس بحتى غرام ديال المشاعر من جهتها، وانا وصلت لداكشي اللي بغيت وفوقها تزوجت بيك. غدير قالت: وأسيل شنو وقع لها دابا؟ صخر قال: تزوجات. غدير قالت له: كيفاش؟ قال لها صخر: ما نعرف شكون دعا معايا هذا النهار، قلعي بمن تزوجات. غدير قالت: بيمن؟ وهو يقول صخر: ركان. غدير شهقات وقالت: كيفاش؟ صخر عقد حجبانه وقال: شفتك بحال ما عجبكش الحال. غدير قالت: واش كتهضر بالصح؟ قال ليها صخر: اه لا اسيل وراكان تزوجوا اليوم، الوالده لهلا يخطيها جمعتهم، عمري نسى ليها هاد الخير. غدير كتحك في راسها وقالت: ما بقيت فاهمه والو. صخر قال ليها: ما تشغليش بالك بيهم وركزي علينا احنا. قالت لي: مالنا احنا؟ قال ليها صخر: احنا تزوجنا وخاصنا نكملوا هاد الزواج. قالت: لا واه، انا ما كنتش راضيه على هذا الزواج وانت اللي ضغطتي عليا. صخر قال: باقي غادي نضغط عليك ديال المعقول. وقف وجرها وخرجوا من المكتب. قالت: فين غادي؟ شويه غدا نطيح. فتح ليها صخر الباب ديال الطوموبيل وقال لها: طلعي. طلعت وسد الباب ودار ركب وديمار الطوموبيل. قالت له: فين غادي بيا؟ قال ليها صخر: عرفتي شحال وانا شاد راسي عليك، ودابا وليتي مراتي كتظني باقي فيا ما نصبر. قالت: متوحش والله تقيسني حتى. قاطعها صخر وقال: حتى اش في يدك ما تديري، يا والله لا تفكيتي مني. بدات كطيح في دموع التماسيح وقالت: انا مازال ما مستعداش،
وزيدون احنا ما درناش العرس. انا بغيت العرس. صخر قال ليها ما كاين بو عرس، ندوزوا المهم احسن. غدير بدات كتفتف في الهضره وقالت المهم كيفاش؟ مد ايدو شد ايدها وقربها عند فمو وباسها وقال ليها غادي نمشيو لشهر العسل. غدير بالفرحه قالت ليه شهر العسل ياي فين؟ قال ليها هادي عجباتك، غادي نمشيو لبالي. غدير عينيها لمعو قالت شنو؟ ما يمكنش. قال ليها صخر عندنا الطيارة مع السبعة، يلا نلحقوا عليها. قالت والحوايج؟ وهو يقول لها حتى لتماك وغادي نتقداو كل شي. وهي تقول له وسوجين خاصني نعلمها. قال ليها صخر تصلي بها دابا. جبدات غدير تليفون ديالها ودوزات نمرة سوجين. قالت ليها سوجين فينك الجنية مالكي تعطلتي؟ غدير قالت ليها أنا مسافرة. وهي تقول ليها سوجين شنو؟ قالت غدير حتى نرجع ونعود لك كل شي، أنا مسافرة مع صخر. سوجين قالت ليها صالحتو. دارت غدير شافت فيه لقاته مركز في السوقان وهدرات بشوية. قالت أنا وصخر تزوجنا. وقالت ليها غدير غادي نقطع دابا من بعد نهدرو. وعكس عصفوري الحب كاين كوب الآخر عقدوا قرانهم في نفس النهار، ولكن حتى طرف فيهم ما راضي على هذا الزواج. راكان كيف سال الحفل اللي داز بتقال عليه، خرج من الفيلا ديال خالته وتوجه لدارو وهو ملهوف باغي يشوف غدير. ساعة لقى غير الريح وتهز قلبه فاش شاف حوايجها مجموعين في الشنطات. تاجه لغرفة سوجين وبدا كيدق عليها كيف المجنون، حتى فتحات الباب وارتاح نسبيا من اللي شافها، حيت غدير ما يمكنش تغادر لشي بلاصة بلا بيها. سولها بتوتر على مكان غدير وهي تقول له غدير سافرات. ركان قال ليها كيفاش؟ قالت ليه سوجين كنظن ما في خباركش شنو وقع، غدير وصخر تزوجوا ومشاو يدوزوا شهر العسل. بقى جامد في بلاصته على اثر صدمه عمره، كيقول لا ما يمكنش هاد الشيء اللي سمعت، اكيد كان حلم. فاق من القلبه وجر سوجين من دراعها مطرطق فيها عينيه اللي ولاو حمرين. قال ليها واش كتحماقي عليا؟ كيفاش غدير تزوجات بصخر؟ واش ضربك شي حاجه ولا شنو؟ غدير ما يمكنش تزوج بصخر ولا بحتى شي واحد من غيري، ما يمكنش. تنطرات منه سوجين وقالت له غدير تزوجات بالشخص اللي كتبغي، هي كتستحق تكون سعيده، ما عندكش الحق تحكم فيها. وانت اللي كتهضر، ياك حتى انت تزوجتي علاش جاي كتحاسب؟ اللي نبغي نقول لك خرج غدير من عقلك، هي ماشي ليك. خلاته دخلات للبيت وخدات حوايجها اللي باقي مجموعين في الشنطه، بدلات عليها وجمعات داكشي اللي باقي وخرجات من البيت. شافت راكان ما كاينش فين خلاته، وهي خارجه سمعات صوت التهراس جاي من بيته. بقى فيها ولكن حسن ليه يعرف ويتجاوز مشاعره، حيت عمر غدير غدا تبادلو نفس الاحساس. وخرجات من دار راكان ومشات وتوجهات لاقرب وطين. صخر وغدير دوزوا 15 يوم من الحب الرومانسية، واليوم هو يوم رجوعهم المغرب. جمعوا حوايجهم وكل ما كيخصهم وتوجهوا المطار، وكيف وصلوا تعلن على رحلتهم والتحقوا بالطائرة. شدوا أماكنهم في الدرجة الأولى وجلس صخر جنب غدير اللي كان باين عليها ما مرتاحاش. شد في إيدها وقال لها مالكي واش خايفة؟ قالت لا ماشي على هذا الشيء. شافت فيه بحزن وقال صخر حنا شنو مصيرنا من اللي رجعوا المغرب؟ ماماك ما قابلانيش وزواجنا تم بلا خبار حد، ما كرهتش كنت والت المدة وما نرجعوش، خايفة بزاف. صخر حط ايدو على خدها وقال ما عندكي علاش تخافي، انا وياك مع بعضياتنا وحتى حاجة ما كتهم من غير هاد الشي، اما الوالدة فخليها عليا انا غادي نهضر معاها. قبلات زواجنا تبارك الله ما بغاتش شغلها هذا، وحنا اصلا ما غاديش نعيشو معاهم، بغيت نعيش غير انا وانتي وحدنا ونبقاو على راحتنا. غدير قالت لي غادي نعيشو في الشقه ديالك ياك؟ قال ليها صخر لا. وهي تقول له وفين؟ قال ليها صخر حتى نوصلو تعرفي. قالت توحشت سوجين وسيف. وقاطعها وقال
تقولي راكان خبطت مع هاد الزجاجة. قالت انت عارف باللي كان حسبه صديق عزيز فقط. قال ليها الصخر حتى ديك صديق ما بقاتش. انا ما بغيش مراتي تدير صداقات مع الرجال، خاصة واحد طايح فيها. سمعيني يا غدير، من الاحسن تديري حدود بينك وبين راكان، هاني كنحضر. قالت اوكي، فتح دراعه وقال ليها اجي لهنا. قربت غدير وتخشت في حضنه، حاطه راسها على صدره، وصخر محاوط ظهرها وحاط دقنه على راسها. قال ليها ما عسير تاحل، ملي نوصلوا غادي نفيقك. بستو من صدره قالت اوكي. وبعد ساعات حطات الطائره في الاراضي المغربيه. صخر فيق غدير وهبطوا دازوا من الاجراءات، وكيف خرجوا من المطار تلقاو عمر واقف جنب جيب ديال صخر، قرب لعنده صخر الثاني. عمر لاح ليه كونتاكت وقال له على سلامتكم. قال ليه صخر الله يسلمك. عمر مد ايده لغدير وقال على سلامتك ومبروك عليه. بغات صافحه حتى سبقها صخر وعطاه ايده. قال له ولا فيك الصواب بلا قياس تلاح. عمر حابس الضحكه وقال وخاشه. مشى عمر وركب في سيارة أخرى، وصخر حط الشنطات في الكوفر وحل الباب لغدير. طلعت ودارت كب ديمارة. قالت ليه غدير فين غادين دابا؟ خاصني نجيب حويجي من دار ركان. صخر قال غادي نصيفط شي حد يجيبهم. عرفتي فاش كنت تفكر كنتي عايشة معاه في نفس الدار، كان بغي نتيري فيك. قالت ليه ايوا ديرها. قال ليها صخر علاه انا نقدر. وهي تقول وشكون حابسك؟ دار عندها وقال قلبي. تبسمات غدير ودارت جهة الزاجة، وبعد دقائق وقف صخر في شارع هادئ فيه منازل متوسطة الحجم على شكل فيلات صغار ودايرين بهم حدائق خلابة. هبط من الطوموبيل ودار حل الباب لغدير وجرها معاه، هي غير كتشوف بعينيها. غدير بقت حالة فمها في جمالية المكان، الحديقة مقادة على حقها وطريقها ومزينة بالورود. عجبها المنظر بزاف، خاصة هي من محبي الطبيعة. تلفتات عند صخر كتشوف فيه بتساؤل، زعما شنو كنديرو هنا؟ قال ليها هاد الحديقة ولات مسؤوليتك، انت اللي غادا تولي تعتاني بها من هنا القدام. قالت كيفاش؟ صخر نعت ليها في الدار وقال وهاديك دارنا، فين غادي نعيش وأنا وياك وولادنا. غدير تغرغروا عينيها بالدموع وقالت بالصح. صخر حرك ليها راسه بآه وتلاحت عليه عنقاته وقالت زوينة بزاف. قال ليها صخر مزيان من اللي عجباتك. حطات ايدها على حناكو بجوج وبسو من فمه وقالت كنموت فيك. قال ليها وانا اكتر، يلا نوريك الداخل. دخلها ووراها الباقي، من الصالة لغرفة الطعام والكوزينة للبيوت، وخلى غرفة النوم الرئيسية هي الأخرى. حل الباب وقال لها هذه هي غرفة العمليات. ضربته على صدره وقالت له كون تحشم. من بعد ما كملوا الدوران في الدار قال لها أجي عندي بغيت نهدر معاك. خرجت وقفت قبالته وقالت هانا شنو؟ قال لها صخر بعد يومين غادي نرجع الخدمة وغادي نغيب واحد الفترة. قالت له فين غادي؟ صخر قال لها غادي نحلو القضية من جديد، ما غاديش نرجع حتى نسالي. جبتك لهنا حيت حياتك غادا تكون في خطر، داكشي علاش، وحيت غادي نكون مراقب وما خاصنيش نرجع عندك لهنا، هادشي غير مؤقتا حتى نسالي. قالت ولكن هادشي خطر عليك حتى انت، اكيد غادي يحاولوا يأديوك. صخر انا ما مرتاحاش لهادشي، حاسه باللي شي حاجه غادا توقع. قال ليها ما تخافيش غادي يدوز كل شي مزيان، هاد المرة غادي نتأكد من أنهم خلصوا تمام أفعالهم، وديك ساعة نقدروا نعيشوا حياتنا هاني. خاصني نحميك ونحمي عائلتي، وما حدهم أحرار غادي يبقى ديما الخطر عليكم. فهمتي علاش مصر على هاد الخطوة؟ قالت شحال غادي تغيب؟ أنا ما نقدرش ننعس وانت ماشي في جنبي. قال ليها صخر عارف، وحتى أنا ما نقدرش ننعس في بلاصة بعيدة عليك، ولكن خاصنا نصبر. كان واعدك هادي آخر مرة نبعدو فيها على بعضياتنا. الغد لي في الصباح فاق صخر
ولقى غدير مخشية فيه، بسها من فمها قبلة حارة وناد غطاها ودخل الحمام، دوش وخرج، واخدى ورقة وكتب فيها ملاحظة وحطها حدا غدير، بسها من جبهتها وهز الكونتاكت وهبط لتحت، خرج وركف الطوموبيل وزاد. بعد دقائق كان قدام الفيلا ديالهم، حليه العساس الباب ودخل، حط الطوموبيل وتوجه لداخل. رقية وراكان وأسيل كانوا جالسين على مائدة الفطور، حتى كيتصدموا بدخول صخر، وقف راكان من بلاصته، وصل عند صخر اللي كان كيبادلوا نفس النظرات، كيف وصل عنده كل واحد شنق على الآخر باغيش في غاليله. راكان قال لي: فين هي غدير؟ علاش داي البنت؟ راه هذا سميته اختطاف. صخر من تحت سنانه قال له: ما تهدرش على مراتي، ما تجبدش سميتها على فمك، كتسمع؟ راكان قال ليه: فارض عليها تسيني ورقة، هذاك ما سميتوش زواج وأنا ما غاديش نتهنى حتى نلقاها. صخر نزل عليه بلكمة وقال له: أعطيها باتساع، والله حتى نقتلك إلى ما حيتيهاش من دماغك، غدير كتخصني أنا، وإلى قربتي لساحتها ما غاديش نرحمك. جات رقية كتجري عونات راكان ينوض وشافت في صخر بحدة، قالت لي: عاد جاي، علاش هادشي كله؟ على قبل وحدة جات غير البارح وخسرتي كاع علاقاتك بسببها، ودابا راجع باش تنوض الصداع. قال ليها صخر: الوالدة، انتي ما تدخليش في هادشي، وانا ما جيتش على قبله، جيت نهضر معاك وراجع في حالي. قالت ليه امو: دابا هنا ما بقاش في حالك. قال ليها صخر: فين كاينه مراتي؟ هذاك هو في حالي، ممكن نهضر معاك على انفراد؟ رقية قالت ليه: كنظن ما عندناش علاش نهضروا، ملي خديتي قرارك في شحال من حاجه بلا ما تسوق ليا، وقيلا نسيتي باللي راه عندك ام. قال ليها صخر: هاد الهضره ماشي هنا، غادي تلقايني في مكتب الوليد. توجه صخر للمكتب وتبعاتو رقية باغا تعرف سبب مجيئه. بقات أسيل واقفة في بلاصتها بدون حراك، ما عرفت باش تحس، من شوفتها لصخر ممكن شوق وممكن عتاب، ما تفاجأتش من تجاهله ليها، حيت عمرها ما كانت موجودة بالنسبة ليه، هو كيشوف غير غدير، حتى فاش كانوا مشادين على قبلها حسداتها وما كرهاتش تكون في بلاصتها ولو ليوم فقط. دخلت رقية المكتب وسدات الباب وشافت في صخر اللي كان واقف وهذه الصورة كيشوف فيها. قالت لي: ديك الصورة أنا اللي خديتها ليكم بثلاثة، كان يوم عيد ميلادك وكنتي قفلتي 17 عام، ومن بعدها مات المرحوم، ومن تماك عمرنا باقي احتفلنا به. غدا غدا تولي عندك 32 سنة، تبارك الله، ولدي الصغير كبر وولا راجل. هبطت دمعة من عينها وقالت: وما بقاش محتاج لمو. تلفت صخر عندها وحط الصورة وقرب عنقها بإيده وباس ليها راسها وقال ليها: الوالدة، انتي هي كل شي، سمحي لي على اللي وقع، ولكن ما خليتيش لي الخيار، وأنا عمرني غادي نعصى أمرك وخا تقولي لي يقتل راسك، ولكن باش نتخلى على غدير هاديك هي اللي عمرها ما تكون. امسح ليها دموعها ورجع عنقها بقوة وبعد جرها الفوتي وجلسها وجلس جنبها. قال ليها: الوالدة، سمعيني، اللي عطى الله عطاه، أنا تزوجت بالبنت اللي كنبغي، وعمري كنت غادي نتزوج من غيرها، هي ما ذنبها والو في هاد الشي، عانات في حياتها بما فيه الكفاية، ما غاديش نتخلى عليها حتى أنا، وأصلا ما نقدرش، هي الحياة بالنسبة لي. قبل ما نعرفها كنت غاطس راسي في الخدمة وعايش بلا هدف، عايش فقط على قبلك انتي وسراج، ولكن فاش دخلت غدير حياتي عاد ولات عندها معنى، ولات عندي رغبة في الحياة أكثر، باغي نعيش أنا وياها ونولدوا الولاد، حتى الخدمة باغي نبدل البوست ديالي، ما بغيتش تكون حياتها معرضة للخطر بسبب خدمتي، ولكن قبل من هاد الشي عندي حسابات خاصني نصفيها، داكشي علاش بغيت نهضر معاك. رقية قالت لي: لهاد الدرجة كتبغيها؟ صخر حرك راسه بآه وحطات إيدها على خده وقالت لي:
إلا كتعنيك لهذه الدرجة؟ ما عندي ما نزيد، الله يسعدكم. صخر بس لها إيدها وقال أمين، عندي ليك طلب. قالت شنو هو ولدي؟ قال غادي نفتح قضية الوليد باش نرد ليه ولو جزء من حقه. المجرمين اللي كانوا ورا كل شيء خاصهم يتعاقبوا. إلا عرفوا أكيد غادي يحاولوا الولية دراعي من الناس القراب ليا. داكشي علاش غدير غادي نخليها في بلاصة مأمنة، وانتوما غادي ندير عليكم حراسة مشددة حتى تسد القضية. قالت ليه رقية ولكن ولدي حياتك حتى انت غادا تكون في خطر. صخر قال ليها ما عندك علاش تخافي الوالدة، خاصني غير نكون مطمئن عليكم، بغيتك غير توعديني إلى وقعت لي شي حاجة. رقية قالت ليه الله ينجيك. لا لا بلاش من هاد الشي يا ولدي، ماشي تحرقت على باك ونزيدك حتى انت. صخر قال غير سمعيني يا الوالدة، قلت ليك فقط إلى قدر الله وقعت شي حاجة، بغيتك ما تتخليش على غدير، من بعدي ما عندها حد، واعديني غادا توقفي في جنبها وتحسبيها بنتك. رقية بدأ دموعها دايزين وقالت كان واعدك ولكن انت غادي ترجع وما غادي يوقع ليك والو. صخر باس ليها راسها وقال ان شاء الله. خرج صخر هو والام ديالو معانقين، سلم عليها وعنقاتو وما بغاتش تطلقو، ومن بعد غادر الفيلا وداز عند سراج للشركة، جلس معاه وعاود ليه على شنو كان، وحتى هو وصاه على غدير وعطاه عنوان دارو الجديدة تحسبا، اللي كيعرفها غير هو وعمر ومراد، وتسالم معاه وخرج ورجع لعند غدير. وفي اليوم التالي فاقت غدير بكري، ناضت من جنب صخر بشوية ودخلت للدوش قدات حاجتها وغسلت وجهها وهبطت لتحت وحلات الباب بشوية. قالت غادي يكون باقي ناعس حتى بان ليها صخر مكسل فوق الفوتي وهاز شي حاجة في ايديه. قالت ليه فقتي؟ قال ليها صخر ملي نطي من حدايا حسيت بيك وفقت. غدير حطات البلاطو فوق الطابلة وقالت كنت ناوية نفيقك بطريقتي ولكن انت نعاسك خف من الهواء. صخر كيشوف في البلاطو وقال الناس ديال الحداقة كيف ترى؟ غدير واقفة جنب الطبلة مربعة ايديها وقالت زعما بغيتي تقول انا ما حدقاش، راه غير مازال ما جابتها الفرصة وتشوف. ضحك صخر وقال عارف مراتي حادقة، اجي عندي. قربات حدا ودنيه وقالت له عيد ميلاد سعيد حبيبي. صخر حل عينيه وشاف فيها بشوفة ما فهمتش معناها، قال ليها باش عرفتي؟ غدير قالت ليه عيد ميلاد راجلي وما نعرفش، كيف درتي ليها؟ قال ليها صخر آخر مرة احتفلت بعيد ميلادي كانت عندي 17 عام، ونفس العام اللي مات فيه الوالد، من ديك الساعة ما بقيت احتفلت به. الوالدة وسراج هما الوحيدين اللي عارفين علاش ما كان احتفلش بهذا النهار، حتى ولا كيدوز كل عام بلا ما نحس به. قالت ليه غدير واش درت شي خطأ؟ أنا ما كنتش عارفة. حط إيدو على خدها وحرك راسو بالله وقال هاد اليوم كان عندي كيف والو، ولكن دابا ولا عنده معنى ملي الحبيبة ديالي تذكراتو ونادت قادات لي الفطور. سلاو الماكلة وجاب صخر غدير عنده معنقها بجنب وهز الكتاب اللي كان في جنبه ومدو ليها. شدات غدير الكتاب اللي كان غلافه أسود وشافت فيه بتساؤل، نحت ليه بعينيه زعما فتحيه حلاته، وكيف شافت الخط عرفات ديال من دغيا عينيها عمرو بالدموع وبدات كتقلب في الصفحات وهي ما متيقاش باللي اخيرا رجع ليها. غدير هزات فيه عينيها المدمعين وقالت مذكرات بروج. صخر بدا كيمسح ليها بدموعها بصبعه وقال ما تبكيش، ما بغيتش ندم حيت عطيتهم ليك، بغيتهم يرجعوا لمالكهم الاصلي والشخص الوحيد اللي عنده الحق يحتفظ بهم، كنت غادي نقدمهم كدليل فاش نرجع نفتح القضية، ولكن تراجعت حيت هما شي حاجة شخصية وخاصة بختك، فرحت فاش طاحوا بين ايدي حيت عرفت عليك حوايج خرين خاصة في طفولتك، اختك كانت تكتب فقط على داكشي اللي دوزات معاك، اغلب داكشي مكتوب عليك انتي وشنو كتعني ليها انتي والام ديالك.
عنقاته غدير وقالت ليه شكرا بزاف حيت رجعتيهم ليا. صخر كيداعب وجهها وقال لها ما بيناتناش الهبيلة. فتحات آخر صفحة مكتوبة وبين لها أطراف من وراق مقطعة، وهي تقول شي وراق مقطعين؟ قال لها صخر أنا قطعتهم، بغيت يبقاو عندك غير الذكريات الزوينة، وداك شي لاخر لا تعيق. غدير قالت ولكن أنا عارفة شنو وقع. صخر قال لها عارفة، ولكن ما بغيتكش وقت ما حليتيها تشوفي دوك الصفحات الأخيرة، بغيتك تذكري غير داكشي الزوين اللي دوزتي مع أختك. يلا مسحي دموعك وما نبقاش نشوفك كتبكي، ولا غادي ناخدهم من عندك. أنا عطيتهم ليك حيت وعدتك، ما تخلينيش ندم. غدير قالت الله يخليك ليا. والغد ليه فاق صخر، من بعد ما وجد راسو قرب عند غدير وتحضر على جبهتها وباسها قبلة طويلة، هز الساك اللي دار فيه حوايجه ومستلزماته وخرج من البيت، نزل مع الدروج وقف جنب الباب وشغل نظام الأمن، سد الباب وخرج وركب في الطوموبيل ديالو ديمارة وجبد التليفون ودوز الاتصال لعمر. قال ليه بدا. عمر قال احنا في المقر السري كنتسناوك. صخر قال له انا جاي. وفي مكان اخر وبالضبط في قاعة كبيرة نظم فيها مؤتمر صحفي خاص بالأمن الوطني والقوات المسلحة، القاعة على طولها عامرة بشخصيات مهمة، وزراء وحتى أهم رجال الأعمال في البلاد. الكراسة مستفين للجهتين، والوسط فيه ضربية طويلة شادة حتى المنصة، الكل حاضر حتى من الصحافة اللي شادة الصفوف الأولى. عمرات القاعة والكل كيتسنى في ضيف الشرف، تحلوا البيبان بجوج وتم داخل هو والمرافقين ديالو، الكاميرات مسلطين عليه. رجل في الخمسينات ولكن باقي شاد في راسه، التحق بالمنصة وجلس في المكان المخصص ليه وفي الوسط، والكراسة اللي جنبه محجوزة للوزراء، كانت لافتة من الزجاج محطوطة قدامه مكتوب عليها سيادة الرئيس. أحمد الخطابي بدأ المؤتمر رسميا وداولوا الموضوع الخاص بالأمن وما جاوره، وكانت أغلب الأسئلة موجهة للرئيس. تحل الباب من جديد ودخل كيتمشى بخطوات ثابتة، ومورا عمر ومراد. بدأوا الناس كيتلفتوا جهتهم حيث الكل كان جالس، بعض الوجوه تبدل فيهم اللون ومنهم العميد اللي جالس في الصف الأول. وصل صخر قدام المنصة وقف ووجه نظره نيشان لعنده، كان كيشوف فيه بنظرات تحدي. لحظة صمت والكل منتظر شنو غادي يوقع، حتى قرب الرئيس لعند المايك وحنحن وقال الغني عن التعريف صخر بن يزيد. الكل يصفق للضابط بن يزيد، من أشجع وأوفى الضباط عندنا. صخر بتحدي قال له وصلت نهايتك السيتوران. تغير اللون في الرئيس وبالعريق وبصعوبة، حاول يضبط نفسه وما يبانش عليه التوتر. قال حمد الخطابي عفواً، كان ظن الضابط صخر خارج التغطية، تفضل اجلس ويلا عندك شي مداخلة شد النوبة. صخر تقدم عنده واعطاه نظرات فشلات لاخر رجليه، كل ما كانش جالس تكون شد الأرض. عطاه بظهره وشاف الحاضرين وقال ما كانش محسن من اليوم باش نشاهدوا نهاية الفساد ونحميو بلادنا من الناس اللي كيضروها. ياك هادشي علاش تقام هاد المؤتمر وهذا هدفه، داكشي علاش جيت من غير دعوة وباغي نشارك معاكم شي حاجة كتهمكم. عطا صخر الإشارة والفيديو خدم. كيف بدأ الفيديو؟ بان وجه كل من الرئيس أحمد الخطابي والوزير سعيد بن الطيب ومالك أكبر سلسلة فنادق في المغرب مصطفى المجيدي الأب ديال سيف، ورجل أعمال المتوفى رامز الهلالي رئيس بروج السابق، جالسين في قاعة كبيرة. وبانت اللحظة اللي تم فيها قتل أحد رجالهم، واللقطة اللي اكتشفوا وجود بروج ودخلوها لعندهم. كل شي كان مصور بالصوت والصورة، وفور ما بدأ الاغتصاب الجماعي القاعة كلها تقلبات، شي كيوشوش وشي ما مصدقش شنو واقع. من أكبر وأقوى الشخصيات في البلاد متورطين في جريمة اغتصاب فتاة بريئة، ناد أحمد كيغوت باش يوقفوا الفيديو وكيأمر فرجاله يتحركوا يديروا شي حاجة،
ولكن القاعة كانت مسدودة ومطوقة من الخارج. الليل داخل ما يخرج واللي في الخارج ما يدخلش. كمل الفيديو اللي كان كيحمل أبشع اللقطات لصدرات من وحوش ما رحموش إنسانة ما لها دم. معظم الناس حسوا بغضب عارم، خاصة النساء، وكانوا كيوجهوا نظرات الاشمئزاز والكره للشخص المتورط. توجه صخر لعند أحمد الخطابي ووجه ليه لكمة قاسية زعزحت ليه سنانه، ورجع باللور حتى حبسوا الحائط. قرب ليه أكثر وشدوا من قرفاته وهمس ليه بين سنانه، قال له باقي ما ساليناش، هذا غير الجزء الأول. وتشغل فيديو آخر كان قديم شوية في نفس المكان في القاعة السرية تحت الكازينو، جالسين نفس الأشخاص المتورطين في الاغتصاب وكيحبكوا المؤامرة ضد الجنرال إسماعيل بن يزيد لأنه كشف أعمالهم والفساد والشفرة اللي دايرين. لفقوا ليه جرائمهم ودخلوه للسجن ظلما وصيفطوا ليه اللي صفيها ليه في الحبس. الحضور زاد صدمة على صدمة والصحافة بدأت كتنشر في الأخبار، حتى أن الحدث كان منقول على بعض الشاشات. كانت صدمة الناس كبيرة من داكشي اللي كيشوفوا على القنوات. صدقوا الأشخاص اللي كانوا كيبانوا أطيب خلق الله عند الناس دئاب مخيفة وراء قناع الإنسانية، نفس الأشخاص اللي كيقوموا بالأعمال الخيرية وكيطالبوا بحقوق الشعب وكيدعموا الشباب، وهما نفسهم الريوس الكبار للعصابات اللي كتروج للمخدرات وكتآدي الشباب، وهما نفسهم اللي كياكلوا فلوس الناس بالباطل، وهما نفسهم اللي كيتاجروا في بنات الناس وكيبيعوا فيهم بحال شي سلعة، وكتلقاهم كيأزروا جمعيات حقوق المرأة. قضية بروج الجنرال بن يزيد كانت فقط بوابة لكشف خبايا الفساد في البلاد والتكشف شكون وراها، وتم اعتقالهم كاملين. شرطة توجهت لمنزل مصطفى المجيدي باش يعتقلوه، ولكن فور اقتحامهم لداره لقاوه منتحر في بيته وشارب جرعة زائدة من الأدوية. الأسبوع اللي كان دوز في الحبس قبل ما قدرش ينساه. وصل الخبر لسيف اللي تألم من سماعه الخبر. هاد الحدث دار ذوبعة في الإعلام وولا حديث الساعة والكل كيشارك وينشر الخبر. أما غادير فاقت من النعاس وشافت في بلاستو ما لقاتوش، ناضت وغسلت وجهها وهبطات كتقلب عليه. دارت في الدار كلها وما كاينش حسو. تخلعات وطلعات كتجري للبيت، قلبات على التليفون ديالها وبان ليها فوق الكوافوز وهزاته وبغات تصل بيه، حتى لقات ميساج جاها من عند صخر. حلاته ولقات صباح النور حبيبتي، سمحي لي حيت مشيت بلا ما نفيقك، ما بغيتش نشوف الحزن في عينيك وانا غادي ونستق داير بالناقص، ما غاديش نطول بزاف، وكيف نسالي غادي نرجع ليك، اي حاجه احتاجيتيها صيفطي ميساج لسراج يجيبها ليك، انا ما يمكنش ليا نتصل بيك احتياطا فقط، تهلاي في راسك وما تخرجيش من الدار مهما كان، كنبغيك. وبعد مرور اشهر كان غادي كيجري وهزها بين ايديه والخلعه باينه في وجهه، أما هي فكلها عرقانة وكتتألم، ما زال حتى ما وصل وقتها. دخلها المستشفى وكيغوت بأعلى صوته، جاءوا الممرضات وخداوها من عنده، دخلوها البلوك، بقى غادي جاي وكيدوز إيده على شعره، ما بغيش يفقدها وهو عاد ما حس بطعم الحياة، وقدر ينسى حبه الأول، كان راكان في حالة يرتى لها، خايف بزاف على أسيل وبنته. اللي متشوق غير إمتى تخرج لهاد الدنيا، ولكن ماشي على حساب حياة زوجته لأنه عارف خطورة الولادة المبكرة. أبقى كيدعي في خاطره تولد على خير ويكونوا بجوج بصحة جيدة، ما عندوش لا الطاقة ولا الجهد يتحرم من وحدة فيهم. جا صخر وغادير وتمو داخلين المستشفى كيسولوا ويقلبوا عليهم، شاد في إيدها ورد معها البال، كرشها لعند فمها وما بغاتش تنازل إلا وتجي عند أسيل تطمئن عليها بنفسها. صخر بان ليه راكان واقف آخر الكلوار مسند على الحيط وبين فيه مهموم، توجه عنده هو وغادير وقفوا عليه، شافهم مبتسم ابتسامة خفيفة. قالت ليه غادير أسيل فينها؟ هي بخير ياك؟ راكان قال دخلوها لغرفة العمليات مازال ما خرج حتى واحد غادي نحماق. صخر ربت على كتفه وقال له إن شاء الله،
كل شي غادي يدوز مزيان. قال راكان: يا رب. غدير شدالي في ايدو قالت: أسيل قوية، ما عندك علاش تخاف. بقى كيشوف فيهم وحاس باللي هو ماشي بوحده، كاينة عائلة في جنبه اللي واقفة معاه. فهاد المدة ماشي غير علاقة راكان وأسيل اللي تحسنات، حتى علاقته بصخر ولات من أحسن ما يكون، ورجعوا كتر من صحاب. راكان كيف تقبل أن غدير عمرها غدا تكون ليه قدر يشوف الشخص اللي قدامه اللي هو أسيل. لاحظ شوفاتها ليه اللي كانوا كلهم حب وأمل في بداية جديدة، اللي بجوج بيهم كانوا محتاجين ليها باش يقدروا ينسوا الماضي ويلوحوه موراهم. وبدون شعور قراسو كيتقرب من أسيل يوم بعد يوم، واكتشف فيها حوايج عجبوه عمره لاحظهم من قبل. بعد مرور مدة لا بأس بها اعترف لها بمشاعره، وقروا يستمروا في هذا الزواج كشخصين جديدين ما يمكنش يعيشوا بعاد على بعض. تحل الباب وخرج الطبيب وهو كيحيد الكمامة من على وجهه. تقدم عنده راكان كيتسناه يطمنه. قال ليه الطبيب: طفلة بصحة جيدة، خاصها تبقى في القرعة واحد المدة. راكان سولو بلهفة وقال له: ومرتي؟ قال ليه الطبيب بحزن: للأسف ما قدرناش نقضوها، جاها نزيف حاد وكان علينا نقضو وحدة فيهم. الزوجة ديالك ما كانش عندها أمل تعيش. رجع راكان راسه باللور حتى تسند على الحيط وقال: ما يمكنش. قال له الطبيب: البركة في راسك. ومشى بحال. وبعد مدة غدير ولدات بدون مشاكل، ولدات وليد بصحة جيدة، وخلى دموع صخر يهبطوا فور ما هزوا بين إيديه. وقبل راس غدير بامتنان، أدلي في ودنيه وسماه هود. وهذه هي نهاية القصة.